السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا الطبي اسأل طبيب. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج اسأل طبيب اللي بنتكلم فيها عن موضوع مهم وهو الصداع. فاصل ورادين لكم. مشاهدينا، يعد الصداع من أحد المشاكل الصحية اللي يشتكي منها الكثيرون سواء الكبار أو الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة. فهناك أسباب تتعلق بمعاناة الشخص من مشاكل مرضية مثل أمراض المخ ومشاكل سوء التغذية، وكذلك المرضى المصابون ببعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، وهم أكثر عرضة لحدوث وتكرار نوبات الصداع. بنتكلم بشكل مفصل في الموضوع. بيكون ضيفنا هذه الليلة الدكتور جاسم الهاشل، استشاري ورئيس قسم الأعصاب وأستاذ بكلية الطب بدولة الكويت، والحاصل على البورد الكندي في علم الأعصاب والزمالة الكندية والأمريكية في الصداع وحقن البوتوكس. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير دكتور، مرحبا فيك في استوديو اسأل طبيب. دكتور، نبي نتعرف أولا عن واقع مشكلة الصداع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصداع يعتبر أكثر الأمراض شيوعا في الجهاز العصبي، وأكثر ما يشوف الطبيب سواء متخصص في الصداع أو حتى في غير الصداع. الصداع يقسم إلى صداع رئيسي وصداع ثانوي. الصداع الرئيسي نقصد فيه كصداع التوتري والصداع النصفي، وكذلك أنواع الصداع اللي هي تشمل الصداع العنقودي وما يندرج تحت الصداع العنقودي. وأما الصداع الثانوي هو هذا الصداع اللي ممكن يخوف والناس اللي لازم تطالعه. المجتمع يصاب أكثر ما يشكي الناس، لأن الصداع التوتري يصيب الكثير من الناس، ولا نسأل يعني أن نحصي هذا الصداع بطريقة كبيرة، لأن أي إنسان يحوش الصداع وما يروح المستوصف يأخذ البنادول أو هذا. لكن الصداع النصفي يعتبر صداع شائع ويصيب الكثير من الناس، ولكن يغفل عنه كذلك الأطباء والمرضى، ويصيب حوالي من 20 إلى 25% من المجتمع، وتعتبر نسبة كبيرة. ويصيب الإناث الصداع النصفي أكثر من الذكور. فلو أخذنا الإناث من كل 4 أو 5 بنات أو من الفيميل أو سيدات، واحدة منهم من كل 1 أو 4 سيدات راح يكون عندها صداع نصفي، فنسبة كبيرة. فيجب أن الأطباء يعرفون شنو هي أعراض الصداع النصفي، وكذلك على المرضى أن يكون عندهم دراية بأعراض الصداع النصفي، لأن ممكن يكون نسبة كبيرة من عيالهم عندهم صداع نصفي، فالوقاية أفضل من العلاج بعدين. دكتور، أنت تفضلت وذكرت لنا أن الصداع يكون أكثر عرضة عند النساء. نعم. بس هل في فئات مختلفة أن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصداع؟ إحنا لما راح نتكلم الآن عن الصداع، إحنا راح نتكلم أكثر شيء عن الصداع النصفي، لأنه هو الصداع الذي يتكلم عنه الكثير من الناس، لأنه نفس ما قلت الصداع التوتري يحوشني أنا ويحوش معظم الناس، وممكن ننام وممكن نطنشة وهذا. لكن الصداع النصفي هو الذي مؤذي بالنسبة للناس، لأنه في لوعة. تقولون لوعة هني بالبحرين كذلك، لوعة نفس الشيء، لوعة وترجيع، وفي تحسس من الضوء، وعندهم موشن سيكنس اللي هو الغثيان، ما يقدر يركب بالسيارة الصداع النصفي، ولا يحب يقعد ورا، دائما هو اللي يحب يسوق السيارة أو اللي يكون على الأقل يقعد قدام لا تحطه ورا، ولا يحب يركب قطار، عنده تحسس من هذه الأمور. فالصداع النصفي يصيب أكثر شيء في الإنتاجية المرأة في الثلاثينات والأربعينات، وخلال كذلك فترة يعني أن هي تتزوج ويصير عندها أطفال وتبي تدرس العيال، فهذه أكثر الفترات التي تصيب المرأة، ويصاب ممكن منذ الطفولة. أنا عندي أطفال أعمارهم 5 و6، وعندي أصغر طفل عندي عمره 2 سنين ممكن يحوش صداع نصفي ويكون عنده صداع نصفي، ولكن قمة الصداع النصفي
الثلاثينات والأربعينيات من عمر المرأة، يصيب كذلك الرجل، ولكن المرأة تصبح أكثر عرضة، وذلك لتقلب الهرمونات في هذه الفترة. ولذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على المرأة في فترة الحمل أنها لما تحمل يروح منهم 75% من اللي عندهم صداع نصفي، لما يجون يحملون يروح منهم الصداع النصفي، لأن هرمون الاستروجين يصبح مستقر تماما. وشنو اللي يؤذيها خلال الشهر المرأة بصداع النصفي؟ تقلب الاستروجين. الاستروجين هو المشكلة، مو في البروجستيرون اللي هو هرمونات الأنوثة، استروجين وبروجستيرون حق المستمعين. الاستروجين لما يصعد يصل إلى القمة في اليوم 14 من الشهر، يحدث الأوفيوليشن أو التبويض. هني القمة هذه ممكن يحدث فيها صداع نصفي. وكذلك عند النزول قبل حدوث الدورة، نزول الهرمون هو هذا كذلك ممكن يؤدي إلى حدوث الصداع النصفي. فهو يصيب فعلا في أكثر فترات المرأة إنتاجية، في الثلاثينات والأربعينيات. ومجرد أن تأتي المرأة إلى سن انقطاع الدورة، ما نبي نقول سن اليأس وهذا، لأن احنا الأفضل أن احنا نبتعد. فعند انقطاع الدورة 90% من النساء ينتهي منهم الصداع النصفي تماما، فهو جدا متعلق بالهرمونات. طبعا دكتور، احنا تعمقنا في الصداع النصفي وبنتعمق فيه زياده طبعا في من خلال البرنامج، بس انا باخذ خطوه الى الوراء وبرجع لتصنيف انواع الصداع. انت تفضلت وقلت في برايمري وفي سكندري، بس لو شوي نتعمق في هذا الموضوع، شنو انواع الصداع الموجوده وعلى اساس بعدين نتكلم عن الاختلاف بينها وبين الصداع النصفي. طيب، الان أهم شيء بالنسبة للطبيب لما المريض يجي له مريض عنده صداع، أنه يعرف هل هذا الصداع برايمري أو صداع أولي أو هذا الصداع ثانوي، لأن الصداع الثانوي يجب الحذر منه، ويجب أن تنظر له بعين الاعتبار. فمن علامات الصداع الثانوي، أولا احنا قلنا الصداع الأولي، أول صداع هو الصداع التوتري. الصداع التوتري يحس أنك ثقل على راسه، كأنه احنا نقول لابس قحفية، تقولون قحفية ضيجة بعد، مو أي شيء، أو رابط راسه بشيء قوي. It's a band-like headache. تنشن على الرأس، مربوط بشكل قوي، ما يحدث وياه لوعة وترجيع، ما يحدث وياه هذا، ويستطيع الشخص أن يعمل وياه. أنا يحوشني تنشن هدك أو صداع توتري وأروح الدوام، ما عندي مشكلة. الصداع النصفي لا، صداع يحدث في الغالبية العظمى، مو معناته أن صداع نصفي معناته نصف، لا، ممكن يصير ترى كامل، ولكن هو عبارة عن نبض بلستايل، نبض، وبعض الناس يصفه بطرق المطرقة، بعض الناس يصفه كأنه سكين الدش براسه من الحرارة، ويصيب منتصف الرأس ويحدث كنبض، يصاحبه لوعة. اللوعة أكثر من الترجيع، اللوعة هي أكثر. من يحوشك مريض يقول كان عندي لوعة كبيرة، هذا لازم تفكر أنه عنده صداع نصفي. اللوعة والترجيع وتحسس الضوء وتحسس الصوت وتحسس العطور. بعضهم يقول لك أنا ما أحب العطور، البيت اللي فيه عطور أنا ما أدش، أنا عندي صداع نصفي. التحسس عنده من هذه الأمور، هذا في الصداع النصفي، وهو صداع ما يستطيع الشخص يعمل معه، ونفس الصداع التوتر. يبقى أسوأ أنواع الصداع الأولي هو الصداع العنقودي. هذا الصداع يصيب الرجال أكثر من النساء، وعادة ما يكونون مدخنين، تصل من 90% إلى 100% أنه يكون مدخن. إذا حصلت صداع ورجل ومدخن ويقول لك دكتور أنا إذا حاشني الصداع ودي أطق راسي بالطوفة، هذا وما ينام، ما يبي. الصداع النصفي يلجأ إلى النوم، يبي يرتاح، طفي الليتات ويرتاح. الصداع العنقودي لا، يصير agitation، من خواصه الرئيسية أنه يصير له agitation، يعني يضيع من النوم، يقول لك أطق راسي بالطوفة، وله فترة محدودة. يصيب الرجال أكثر، وممكن تنزل ويا الجفن، ينزل معاه، ممكن يصير تدميع بالعين، ممكن يسكر الخشم وياه. هذا الصداع العنقودي. الصداع الثانوي عشان ما نطول عليكم، بس برجع حق الصداع العنقودي، لان احنا شرحنا ان ليش في المراه اكثر في الصداع النصفي من الهرمونات. هل الرجل والمدخن هل له علاقه بالنيكوتين اذا مثلا في رمضان ما كان؟ بالضبط. الان هذا سؤالك جدا، احنا الان في طور دراسه حقيقه بالكويت، انتهينا من الكويت، الحين بنقارنها مع بريطانيا. النساء، نسبة النساء في بريطانيا تصل إلى نسبة الرجال، لأن نسبة المدخنين والconsumption of alcohol، الالكوهول consumption أو اللي هو الكحول، تناول الكحول، لكن إحنا شعوب تحفظية، في تحفظية والدين والها، فما في تدخين ولا هذا. ووجدنا أن نسبة الشعب يقترب من
إذا كان في نسبة الكحول والتدخين متساوية ما بين الرجال والنساء قد تتساوى نسبة الصداع العنقود. وهذا سؤال جدا صراحة ممتاز وإحنا في طور دراسته. وكذلك من النسب المهمة كذلك أن نسبة الصداع العنقودي تزداد كلما ابتعد الشخص عن خط الاستواء. خط الصفر الحين الكويت احنا عندنا نسبة لكن نسبتنا مو نفس نسبة بريطانيا لأن أبعد من الإكويتر أبعد من خط الاستواء. تصل تروح إلى سنغافورة والدول هذه اللي على جريبة الاستوائية أقل. تنزل أقل. فهذه أحد الشغلات اللي لها علاقة بخط الاستواء كذلك الصداع العنقودي. لكن نشوفه أنا عندي حوالي 50 شخص عنده الصداع العنقودي وهني هذا الشخص لازم تساعده لأنه لا حلول وحلوله جدا ممتازة صراحة الصداع العنقودي. بالنسبة للثانوي الصداع الثانوي هني اللي لازم عاد الدكتور لازم شوية يصير يعني يكون شوية فيجيلنت يعني أو يعني مبطل عيونه شوي حق الصداع ويسمع يعني مبطل عيونه طبعا تحية حق الكويت الله يسلم ونتشرف والله في الأخوان نتشرف فيكم الله يخليك. الصداع الثانوي لما يجيني مريض عنده صداع وعنده حرارة هذا ما يصير تفكر تقول إنه عنده صداع أولي احتمال مننجايتس صح احتمال سحاية عنده أو مريض عنده راش عنده طفح جلدي كبير هذا ما يصير صداع أولي. كذلك إذا العمر ما يندرج واحد أول مرة يحوش صداع في حياته عمره 50 سنة أو 60 سنة ما يصير تقول يجب أن تفكر أن هذا صداع أن قد يكون في سبيس أوكيوباينج ليجن أو شغلة في الرأس حدثت أول مرة ما شكيت من صداع نصفي في حياتي. إنزين كذلك لما يصير عندك صداع مثلا اللي هو الجاينت سيل أرترايتس ما أدري شنو هذا ولكن معه loss of vision صداع وحصل معاه راح الشوف ما قام يشوف الشخص هذا مو صداع أولي ما يصير هذا يحدث في الصداع الأولي في أسباب أخرى أو كذلك مثلا يكون صداع مع عدم المقدرة على الحركة لا يحدث هذا الصداع. كذلك من بعض الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند حدوث الصداع أي صداع خلال الحمل يؤخذ بعين الاعتبار لأن أول أسبابه هو تخثر الدم إذا استثنيته ما عندي مشكلة ولكن يؤخذ بعين الاعتبار. كذلك الصداع إذا مع العطسة أن الإنسان دائما لما يعطس أو يكح معناته أن هذا في إنكريس في الانتراثوراسيك بريشر يعني لما قاعد يزيد البريشر فأنت تخوفك أن في شيء في الرأس فهذا كذلك ممكن يطلع ولا شيء ما عندي مشكلة أني أنا بالضبط ما عندي مشكلة أني أنا أخذ الاحتمال وأستثني. ولكن نرجع نقول هني مرة أخرى شوف هذا كله واستطعنا لكن مو كل مريض صداع نصفي لازم تسوي له أشعة. الخطأ تشخيص الصداع النصفي يعتمد على القصة قصة المريض 90% احنا في طب الأعصاب يمكن يقول لك دائما تشخيص المرض يحتاج 90% انا اقول لك هذه اكثر نسبة تنطبق يمكن على طبيب الأعصاب لان يجب ان يسمع القصة كلها. فقصة المريض فحص المريض في المريض الصداع النصفي والتوتري والعنقودي كذلك إذا مو حايشت النوبة كلهم القصة والفحص نورمال. العنقودي كلهم يحتاجون رنين مو سي تي مو أشعة مقطعية يحتاج رنين لأن 10% منهم عندهم تضخم في الغدة النخامية بيتيوتري أدينوما مو كانسر مو ورم خبيث ورم حميد في الغدة النخامية. الصداع النصفي كلهم نورمال فإذا أنت شخصته وفحصته من زين ما يحتاج انك تسوي له اشعه لكن بعض الناس تلح على الدكتور ويلزم فيا ان الدكتور يبي يفتك من المريض عشان يسوي له او ان المريض ما راح يسكت راح يفتر احنا نسميه دكتور شوبينج يفتر صح يروح يفتر لين ما واحد هذا. وللاسف انا اتكلم وايد احنا الكويتيين نحب الكلام وايد تمام زين تمام اوكي اللهجه الكويتيه دائما عجبتني بس المستمعين بس يفهمون اكيد طيب فهذه المشكلة أنك ولذلك أنا دائماً أنصح في الأطباء والهذا أنت إذا ليس لديك القدرة أنك أنت تفسر كل فحص تقوم فيه فلا يجب أن تطلب الفحص فعلا. ليش؟ لأن الحين تسوي سي تي أو أشعة مقطعية أو رنين يا جماعة أنا دائماً أشبه الرنين المغناطيسي شون التلفزيون قبل 10 سنوات مو أكثر شون طلع بعدين كان يقول لك في HD بعدين في LED والحين طلع 4K مش عارفه يعني انت راح تشوف كل شيء ما كنا هذا
كم شخص الحين طلع عنده incidental finding؟ سووا له أشعة ولكن هو مولود فيها وراح يموت فيها لو ما حد هذا وعمره نفس ما هو، لكن للأسف واحد سويت له فحص أو هذا بناء على رغبة المريض أو على رغبة أو حتى من الطبيب، ولكن هذا الشيء فبدأ المريض يعيش في رعب، شلون هذا ايش راح يصير وياي وهذا، وهو شغله نورمال. الحين واحد انسانه دائما اشبه حق المريض، انت عندك شامه في وجهك، انا شكو فيك بالضبط، انا شكو فيك، واحد يقول لا عندك شامه، ما له شغل فيه، هو مولود كذي ولا راح تضره. فهذه الامور اذا لا تستطيع ان تفسرها للمريض وتفسرها لنفسك قبل كطبيب، تعرف ما هو خطير وما هو خطير، فاذا يجب الحذر من كثره الفحوصات. دكتور في عندنا اتصال ناخذه ونكمل مجرى الحديث. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام الرحمة، مين معنا؟ معكم احمد من البحرين. مرحبا اخوي احمد، تفضل دكتور يسمعك. اذا انا حاب اسال الدكتور. اي نعم. انا طالب جامعي في جامعه البحرين. اوكي. وخلال فتره الامتحانات اصيبني صداع نفسي مو طبيعي. فزدت الدكتور فقال لي ان التوتر يزيد من الصداع النصفي، فقلت له شنو الحل؟ فقال لي اعطاني حبوب مسكدوز مع بنادول استعملهم، بس استعملتهم يروح لفتره ويرجع لفتره محدده. يعني شنو لازم يسوي؟ خاصة في فترة كلها يعني فترة الامتحانات يزيد عندي التوتر. أخوي أحمد، أنت لما يصيدك الصداع يصير عندك أشياء ثانية مع الصداع، تحس بلوعة، غثيان، عندك تحسس من عندي دوار رأس. بس عوار رأس؟ دوار رأس يدور رأسك يعني دوخة بس. وبس ما عندك تحسس من الضوء ولا يعني ما تحب تبي تروح ترتاح بس تنام تبتعد عن الناس يعني وقت لا يصيدك الصداع؟ يعني يصير عندي دوخة بحيث أنه يجيني النوم، أحب أروح أنام لأن عشان يخف الصداع النصفي، صح، اخذ معاه مسكدول وبنادول وتنام وانام بس ارجع يصير اوكي بس قاعد ترجع عندي يعني. انت مدخن احمد؟ يعني شيشه بس مو سجاير. دكتور عندك اسئله تحب تسالها؟ لا يعطيك العافيه وان شاء الله راح نجاوب على سؤالك. خلاص اخوي احمد شكرا جزيلا. طبعا الصداع النصفي يكثر عند فتره الامتحانات طبعا من الصدف يعني كذلك ان طلبه الطب كذلك هم عرضه للصداع النصفي اكثر من غيرهم. ندري. الصداع النصفي عاده ترى يصيب يعني اطباء، يصيب ما يعني المفروض اذا تعالج بالطريقه الصحيحه المفروض يخليك تكمل في المجتمع، ولعله كذلك لازم نقول هالمعلومه ان الناس عندهم اي كيو او نسبه ذكاء كذلك انه يكونون شطار. الآن أنا دائماً أقول إحنا ليش نقع في المشكلة لما توصل المشكلة؟ أنت تدري إن الامتحانات راح تصير، ليش أنا أنطر لما الامتحانات؟ أنت يجب أن تعالج الصداع النصفي قبل الأمور، صح، هذه. ولذلك إحنا نقسم الصداع النصفي إلى لحظي ومزمن. يبدو من سؤال الدكتور الشخص المريض أحمد اللي تكلم ويانا إنه عنده صداع نصفي متكرر، فأنا لما أشوف واحد عنده صداع متكرر نصفي يجب أن أحطه على علاج وقائي، صح، ما أنطر لما أعالجه. وحتى الطريقة يعني مع احترامي اللي قاعد يعالج المريض، مو بنادول ومسكدول هذا لا يعالج الصداع النصفي. مسكدول أو نورجيسك أوكي تعالج صداع توتري لأن احنا نسميه الصداع العضلي، تبي ترخي العضلات، صح، ولكن الصداع النصفي له ميكانيزم، له طريقة معينة تحدث في الرأس، وله مجموعة أدوية اللي هي مجموعة التريبتانز. إذا ما عندك كونترا انديكيشن أو شيء يعارض أنك تستخدم هذه الأدوية فالأفضل أنك تستخدم أدوية التريبتانز. ولذلك يجب أن تعدل نفسك من قبل في امور. انا دائما اقول حق الصداع النصفي سواء راح يندرج الامر حق الاخ احمد، في امور المريض يسويها وفي امور على الطبيب. رقم واحد المريض اولا اذا شخصته يجب ان يحافظ يحترم الصداع النصفي. اذا ما تحترم الصداع النصفي كذلك هو يلعوزك، هذا نشترك بالكلمه احنا صح يلعوزك الصداع النصفي. فتحترم شلون؟ بالانتظام، تنتظم في النوم، إذا انتظمت بالنوم كثر ما تقدر ممتاز، وتنتظم بالأكل، do not skip meal، يعني ما يصير تطنش وجبات، صح، يعني لازم تاكل، يمكن تاكل حتى 5 مرات باليوم بانتظام، وبعض الناس يقول لك راح أسمن، لا، بالعكس أنت لما تنتظم في الوجبات بالعكس وزنك تحافظ عليه بشكل، صح، أفضل، ولازم شرب الماء بشكل كبير، لتر ونص إلى لترين ماء،
والابتعاد عن المسببات. المسببات مثلا الناس تطيح له شوكليت بالامتحانات وفاست فود هذا اللي وقت الامتحانات وشرب كافيين وهذا اكبر محفزات الصداع النصفي. يجب ان تمتنع عن هذه الامور الفاست فود والمايونيز ومش عارف ايش والسبايسي فود. وبعدين في بعض المواد يقول لك انا اكل دارك شوكليت خطا، دارك شوكليت فيه نسبه اكثر. انا اشرب جرين تي اكثر بعد الجرين تي لانه فيه كافيين اكثر، هذه نسب فيها كافيين. ولكن يجب انك انت تعرف، بالاضافه ان هناك اشخاص عندهم محفزات يكتشفونها انا ما اعرفها كطبيب. مثلا يكون عنده مثلا نحن نعرف الصويا صوص تشاينيز، لا تاكل نودلز. انا عندي طفل مثلا واحده عمرها 12 سنه وما كلها تعطيها اندومي، انت عندك الاندومي هذا النودلز ينت البنيه من الصداع النصفي. لا ما يصير، انت الاهل كذلك يجب ان ينتبهون التشاينيز فود لان فيه الام اس جي برينجلز، هذا بطاط ياكل لك بطاط برينجلز كامل ويقول حاشني صداع نصفي. البرينجلز هذا كله مواد حافظه، يقول لك اذا هتفك ما راح تسك. اي فعلا ما راح تسك من ماده الام اس جي. سوينا دعايه على الهواء. والملح، والملح الملح فيه جدا كبير، يعني راح تسبب مشكله في هذا. بعدين يجب ان تكون على علاج وقائي اذا عندك صداع متكرر عاده، وهذا تكون على علاج وقائي. وهناك علاجات وقائيه مختلفه، انا استخدم ساعات ماده التوبامريت في النساء لانها كذا، خاصه اذا كان عندها وزن زائد ويجب ان تستخدمها بحكمه. تعرف شلون يو تايتريت ذا دوز، يعني تتدرج في جرعه الدواء. ممكن تستخدم دواء الاندرال، دواء الاندرال كذلك دواء ممتاز زين، بس ما يجب ان يستخدمه واحد عنده ربو او عنده سكر. المغنيسيوم دواء حبوب وزين حق الناس، خاصة إذا واحدة عندها مشاكل وقت الدورة تأخذ 400 ملي جرام كل يوم بعد الغداء. وبعض الحالات تحتاج بوتوكس. إذا أنت صداعك غير مزمن ويحدث يجب أن تأخذ تريبتانز، تأخذ دواء لتريبتانز. أنا نفس ما قلت أنه يجب أنك أنت تعرف شلون تتعامل مع صداعك، مو تنطر وقت الامتحانات أنت متعامل وياه. إذا حدث وقت الامتحانات أول شيء يجب أن تنتظم في النوم والأكل والشرب، بعدين تاخذ التريبتانز. التريبتانز مجموعه التريبتانز اللي هي الاميجران، اتوقع موجوده بالبحرين الاميجران والزوميك موجود في البحرين. احنا عندنا بالكويت الحين موجودين خمسه اللي هو ممكن اي مجموعه تقدر الاميجران والهذا. بعض الناس عاد اذا ماكو تريبتانز انا انصح في الدول اللي هم مفعوله زين وسريع ومفيد اللي هو الديكلوفيناك بوتاسيوم الفوار. في فوار 50 ملغ الاصفر هذا 50 ملغ على واحد يركض فيحطه في فوار ويشرب هذا صداعه، هذا مفعوله سريع وخفيف على المعده. اذا ما عنده طبعا من الادويه للاسف اللي الناس قاعد تاخذها وما منها مفعول وقاعد تجيب كذلك اعراض جانبيه اللي هي تخليك يدمن. أسوأ صداع، لأن أنا عيادتي صداع يعني فأشوفها أسوأ، يعني أصعب مريض عندي المدمن على الأشياء على المسكنات. هذا هذا بالنسبة يا هو يدورني وأنا أنحاش وهو يدورني، لأن دائما أحاول أجد له حلول لكن عنده حلوله صعبة جدا. صح. وهو أصبح مدمن. إحنا عبالنا لما نقول مدمن على أدوية، الحين لما نأخذ المرضى هذيلة ونصورهم فانكشنال أم آر آي، الفانكشنال أم آر آي اللي هو الرنين بالألوان والهذا ويطلع لك، وناخذ مرضى مدمنين على كوكين او هروين او المواد هذه السبستنس ابيوز، تصورهم تلاقيهم نفس الشيء. لا عنده موتيفيشن، ما يقدر، عنده كريفنج حق الماده، ما عنده صداع لكن ما يقدر يوقفها. صح. ولذلك انا عندي دائما التحفظ للدواء السولبدين، اتوقع ان الدواء السولبدين رخيص ومتوفر ويباع اوفر ذا كاونتر على الارفف ساعات. دواء السولبدين فيه كودين، كودين في مادة الكودين، ومادة الكودين مادة تخليك تقع في حب وغرام معاها، ما تقدر توقفها بسهولة. صح. مادة الكودين وكل ما تبي جرعة أعلى من اللي قبلها بالضبط تحتاج لها. فأنا نصيحتي بالنسبة حق الأخ وكل مريض صداع نصفي، أولا أن يجب أن تعرف كيف تتعامل مع صداعك النصفي. نعم. أنا لما تيني كطبيب أنا أحلك حل مؤقت، حتى لو حطيتك على علاج وقائي المفروض أن أحطك على علاج وقائي 6 to 9 months، 6 إلى 9 شهور، ومن بعدها انت يجب ان تعرف بالنوم وبالاكل وبالهذا. فالعلاجات بعدين تحط علاج وقائي. وهناك كثير من المرضى، تدري كم واحد قاعد ياخذ علاج وقائي؟ المفروض يعني هناك مجموعه المفروض انها تاخذ علاج وقائي، يمكن 70% منهم مو قاعد ياخذون علاج وقائي.
أين الخطأ؟ يا أما في الطبيب أو في أن في المريض أنه مو قادر أنه يتعرف على هذا الصداع. دكتور طبعا ذكرت لنا أن قصة المريض جدا مهمة في التشخيص. بالضبط. شلون تشخص نوع الصداع على حسب مدة الصداع؟ طيب هذا سؤال ممتاز جدا. الصداع النصفي في الأطفال شوي يفرق عن هذا، لأن الصداع النصفي ممكن يبدي من أول سنة في حياة الطفل، وهذا شيء تشالنج يعني حق الطبيب انك تشخص الطفل. وشنو الاسباب ليش في الطفل يكون موجود؟ لانه وراثه. 90% من الصداع النصفي وراثه. يمكن ما نعرف الجينات، الان بدينا نعرف بعض الجينات، ولكن هو وراثه. تلاقي الطفل كله يشكي من ابدومينال بين، ريكرنت ابدومينال، بطنه يعوره، بطنه يعوره، بطنه يعوره، وترجيع. انزين سايكليك فوميتنج نسميه، او هذا لفوا في كل المستشفيات، سكوب من فوق وكولونوسكوبي من فوق. الياهل هذا ما وين المشكله؟ المشكله عنده صداع نصفي. تجيب الام والهذا او الياهل، بعض الياهل يمشي يدعم بالغنفات. زين يمشي هذا 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 بناين بوزيشنال فيرتيجو، لانه هو فارينس ما يظهر. مخ الياهل صغير للحين ما تكون نفس مخ الادلت، لما يكبر يظهر الصداع النصفي بصورته كهو الادلت، لكن هو يظهر بمظاهر اخرى ولكن تدل على الصداع النصفي. وقت الصداع النصفي طبعا لازم لما نتكلم عن الصداع النصفي نتكلم عن صداع مايجرين وذ اورا ومايجرين وذات اورا. الاورا اللي هي ما تسمى بالهاله، ما ادري اظن انه يسمونها بالعربي الهاله، اللي هو ما يحدث 99% من الاورا فيجوال، اللي هي يحدث بصرية. فلاش فلاشات مفرقعات شراقي شراقي مضبوط. ما عندنا شراقي، لا شراقي الفاير وورك اللي هو هذا شراقية العاب ناريه كذي، او الجليتر مال البنات، ويبدي من السنتر من المنتصف ويذهب الى الاطراف، او تطلع بقعه سوداء في منتصف النظر ويشوفها تتحرك معاه. هذه الهاله فيجوال اورا، ويسكر عيونه وما زالت تحدث معاه، او انها تكون حسيه او انها تكون بالكلام speech aura، انه يتلعثم. difficulty finding words، يعني ادري شنو بيقول بس مو عارف، مو راضي تطلع الاورا. فالمايجرين عاد هذا الصداع اللي عندهم اورا، انا دائما بس بدام احنا موجودين نتكلم، اللي عنده الصداع النصفي المصحوب بالاورا او المصحوب بالهاله، هذا اللي لازم ما ياخذون حبوب من حمل. لازم ما ياخذون حبوب من حمل، او اذا تبي تاخذ حبوب من حمل يجب ان تاخذ بروجستيرون اونلي بيلز، اللي هي حبوب المتهور. ليش؟ لان نسبه تخثر الدم في المايجرين وذ اورا اعلى ونسبه الاستروك. عاد اسوء شيء راح تسويه في حياتها انها تدخن او تشرب شيشه او هذا، لان راح تزيد نسبه تخثر الدم وتصبح العرضه للجلطات الدماغيه 35 مره اكثر من الشخص العادي. فهذا المايجرين وذ اورا. صداع النصفي يتراوح ما بين 4 ساعات إلى 72 ساعة. الغالبية العظمى من الصداع النصفي يقعد 24 ساعة إذا ما تعرف تتعامل وياه، ولكن إذا تتعامل وياه تأخذ الدواء اللي هو مخصص للصداع النصفي، يقدر الصداع ممكن يقعد ساعة، ممكن يقعد كذلك أقل. الصداع العنقودي لا غير. الصداع العنقودي ممكن يتكرر في اليوم أكثر من مرة. الصداع العنقودي يقعد من 15 دقيقة إلى 180 دقيقة، يعني 3 ساعات ماكسيموم، ما يقعد أكثر من 180 دقيقة اللي هو 3 ساعات، من 15 دقيقة إلى 180 دقيقة. زين، وعادة يقعد المريض من النوم. وعلاج الصداع العنقودي يختلف. علاج الصداع العنقودي هو الأكسجين. الخطأ كذلك، يعني إحنا ندرس دائما الحين الفاميلي فيزيشنز اللي هم الرعايه الصحيه الاوليه جدا مهمين، لان المريض الصداع العنقودي يقدر يعالج بالمستوصف، يعني يقدر يروح. يجب ان يكون على اكسجين عالي حوالي 12 لتر بير منت. تروح يحطوا له 2 لتر 5 لتر نو دازنت وورك، ما يشتغل كذي. لازم تروح 12 تو 15 لتر تقريبا وذ ماسك، مو نيزل برونج، يعني تحط له الماسك القناع هذا، مو اللي بالخشم، وذ ماسك، وتعطيه فور 12 تو 15 مينتس. والحلول الاخرى كذلك، لان انا اعرف الصداع العنقودي هذيلا مساكين المرضى، الحلول الاخرى اللي هو الاميجران سب كيو، القلم. حتى اذا مو هذا، يعني الحمد لله انا اتوقع في البحرين كذلك، انا شفت بعض المرضى الدوله كذلك تستطيع ان تطلب بعض الادويه. الاميجران سب كيو هي 6 ملغرام سب كيو، هو اسرع تريبتانز سوما تريبتان،
وهو يفيد كذلك في الصداع النصفي، في الصداع العنقودي. العنقودي. فهذه بعض الشغلات المهمة جدا بالنسبة حق الصداع النصفي والصداع العنقودي. هي بعدين أنواع من الصداع صراحة النادرة، ما نبي نأذي المستمع كذلك عشان لا يضيعون في الأمر. لها بعد بس أعتقد في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، من معي؟ عبد العزيز معكم. هلا أخوي عبد العزيز، تفضل. بس أسأل الدكتور. تفضل. الله يسلمك دكتور، أنا يعني يصيبني الصداع تقريبا بشكل شي بيوم. بس إذا أخذ البنادول تخف، يعني استمر على هاي الوضع. بنادول يوميا تأخذ؟ يعني إذا أخذ بنادول يخف يعني، فهل هاي يستدعي مثلا أروح لمثلا طبيب حق هاي الموضوع أو ما يحتاج؟ يعني يوميا يأخذ بنادول؟ كل يوم تأخذ بنادول؟ إيه تقريبا شيء بيومي تقريبا يعني نص الشهر، الشهر 30 يوم، نص الشهر 15 يوم، تأخذ 15 يوم بالشهر بنادول؟ نعم. طيب إيش كثر صار لك تسوي الشيء هذا؟ صار لك 3 شهور على هالحال؟ هي أكثر من 3 شهور. طبعا هذا هو الصداع اللي هو medication overuse. طيب أي سؤال ثاني دكتور؟ لا ما في أي سؤال. محمد عندك أي كنت بسأل ماري موجود الحين عبد العزيز؟ إذا ممكن سؤال ثاني. أي أنت تبي تسأل سؤال ثاني؟ بس أنا بسألك سؤال قبل ما أنت تسأل. الصداع لما يصيدك شنو تسوي؟ يعني هل يكون عندك ضغوطات في العمل في وقت معين من اليوم، ولا بس random يعني بشكل عشوائي؟ خصوصا اذا يكون يعني يكون بعد العمل يعني بعد الارهاق إيه بعد يوم طويل في العمل يعني. نعم. ويصيدك نعم. في مكان معين ولا كامل الراس؟ في غالبا يكون في الامام، في الاذن. من الامام كنا قال. من الامام؟ في الامام. نعم. الامام؟ نعم. مقدمة إيه الراس. اي وما تصاحبه لوعه ولا غثيان ولا شيء كذي؟ لا ابدا. ما فيها؟ اوكي. كنت عندك سؤال عزيز تبي تسال؟ إيه سؤالي الثاني، أنا عندي بنت عمرها 9 سنوات. أحياناً وقت اللي بتنام تقول إن رأسها يألمها، يعني عندها ألم في الرأس. بس يعني مو بشكل متواصل، يمكن في الشهر مرتين أو ثلاث. فهل هذا بسبب الآيباد أو شيء؟ آيباد؟ هل بسبب الآيباد؟ إيه. إن هي واجد تقعد على الآيباد، لأن دائماً أنا أقول لها أنا بسبب واجد تقعد على الآيباد فهي السبب. خلاص ان شاء الله اخوي عزيز. الدكتور تحب تسال؟ لا طبعا الصداع، السؤال الاول، الصداع اللي عنده صداع توتري، لان احنا دائما الصداع التوتري هذا اللي قلته دائما اقول انه يحوش معظم الناس، ويحوش في المنطقه الجبهه، ويحس كانه بريشر، لكن هو يجب ان ينتبه لانه هو دخل نفسه في دوامه الميديكيشن اوفر يوز اللي هو قاعد تاخذ بنادول. شلون نعرف ان احنا نعرف الميديكيشن اوفر يوز هذك؟ اللي هو استخدام دواء مسكن اكثر من منتصف الشهر، اللي قلت له السؤال، اكثر من 15 يوم، اكثر من 15 يوم قاعد ياخذ من الشهر لمده 3 شهور قاعد يسوي هذا العمل، فهذا دخل نفسه في دوامه الميديكيشن اوفر يوز، استخدام مسكن اكثر بشكل متكرر، فيدخلك في والصداع. وكذلك هذا ليس صداع نصفي، لانه ما يروح الصداع النصفي عاده مع البنادول، لان هذا اللي الحين هو عنده كرونيك تنشن تايب هيدك، صداع توتري مزمن مع للاسف نداه في ميديكيشن اوفر يوز هذا، ويجب ان يقطع هذا العمل. طبعا في احد الامور كذلك بالنسبه لانه ذكر هذا الامر وحضرتك سالته متى يحدث، عاده التنشن هذا يحدث في منتصف اليوم. الا في شغله واحده كذلك يجب ان تستثنيها، لو ياك مريض اوبيس متين ولا يحدث صداعه الا في منتصف اليوم، يو هاف تو رول اوت انك يجب ان تستثني الاوبستركتيف سليب ابنيا اللي هو تناقل الليل. ليش؟ لانه يحتبس عنده سي او 2، يصير عنده سي او 2 ريتنشن، ما يطلع وياه، يبدا وياه دائما من عقب ما يقعد من النوم وفي منتصف اليوم هذا. وبعدين شيء مهم كذلك اختناق النوم، انه يجيك بس نص اليوم يبدا يطق روس يبي ينام داخ من السي او 2 ريتنشن، من السي او 2 ريتنشن صداع فوايد بالضبط، اختناق فتعب واختناق، فيجب ان يمتنع. وليس هذا صداع نصفي ولا شيء، ما في يدعو الى الخوف، ولكن لازم يوخر عن المسكنات ويلجا الى الرياضه او الامور الاخرى. والجو الحين ما شاء الله زين، المشكله الناس ما تمشي للاسف، وهذه افضل وسيله اللي هي ممارسه الرياضه اللي
إزالة الضغوطات النفسية. بالنسبة للبنت اللي عمرها 9 سنوات لا أعتقد كذلك أن عندها صداع نصفي. وكذلك يجب أن نحرص على شغلة مهمة. يعني إحنا نقول لكم من واقع، يعني أنا من ما شنو اللي أشوفها بالأطفال، والهذا الطفل لما يشوف أهله وايد يأخذون مسكنات ووايد يشكون من صداع، الطفل كذلك يلجأ إلى هذه الشكوى. مع فترة الطفل يأخذ سلوك أهله، إذا شوفه سواء في الوسواس أو سواء في الصداع أو سواء في عمل معين، راح يشوف يبدأ يكتسب هذه الأمور، ويكون قد يكون عنده حقيقة مشكلة وقد لا يكون، ولكن هو فقط سلوك. قد يكون عنده سكندري جين، يعني عنده شغلة يبي يحصل عليها بعد هذا العمل، ولكن لا أرى أن هذا الصداع صداع نصفي ولا أرى. طبعا إذا تسألني عن الآيباد أو السمارت فونز والأجهزة هذه كلها في مريض الصداع النصفي، أرجع وعيد، لأن الغالبية العظمى من اللي قاعد يستمعون أنا أتوقع حالياً هم مرضى صداع نصفي، وهم أكثر ناس راح يكملون الحلقة ويانا هم مرضى صداع نصفي. فاستخدام الآيفون والآيباد وكل اسمه نعم يزيد صداع النصفي، وهذه دراسة مو أنا اللي أقولها، هذه دراسة وجد أن هذا سواء من الإضاءة، إضاءة الأجهزة هذه، ووجدوا كذلك أن الناس اللي تستخدم هذه الأجهزة بشكل كبير كذلك نومها مو مضبوط، صح. عندها مشكلة، وأن هذه الأجهزة والإضاءة تقلل مادة الميلاتونين في هذا. أنت الحين لازم تزيد الميلاتونين بالليل عشان تنام، هذه المادة تنقص مادة الميلاتونين، ولذلك الميلاتونين بعض الأحيان علاج نستخدمه في علاج يعتبر كاتيجوري سي أو حتى في علاج الصداع النصفي. أن إحنا نعتقد الخلل حدث في الهايبوثالامس أو المهاد التحتاني هو مصدر الصداع النصفي. الصداع النصفي مو مرض بالأوعية الدموية كما كان يظن سابقاً، هذه نظرية قديمة. النظرية الحديثة في 2003 أو في 2003 تغيرت النظرية هذه تماماً، والنظرية تقول أن هناك خلل في مركز الرأس، اختلاف في المواد إفرازها لا تؤثر، آخر شيء يحدث هو الوعاء الدموي. أنت ليش يحدث عندك صداع؟ لأنه وعاء دموي وعليه كذلك أعصاب، لما ينتفخ الوعاء الدموي ممكن يسبب هذا العرض، ولكن هناك قصة أكبر من فقط على الوعاء الدموي. دكتور، في وايد أشخاص يصيدهم صداع ويعالجون روحهم بروحهم، وشفنا اتصالين ويأخذون علاجات ممكن حتى ما تناسبهم فما يراجعون الطبيب. شنو علامات الخطر أو الريد فلاجز اللي إذا صادت المريض لازم ما يعالج روحه بروحه ويروح ويراجع مع الطبيب؟ طيب احنا الان هذه علامات الصداع الثانوي، اللي هو الصداع الثانوي دائما يدعو الى الخطوره. صداع اذا اصاب الشخص صداع لم يحدث معاه في السابق، سدن اونست، ويصل هذا الصداع الى القمه، وكذلك حتى هذا بالنسبه حق الطبيب جدا، ويصل الى قمته في 10 ثواني، هذا ثندر كلب هيدك، احنا نسميه ثندر كلب هيدك، يجب ان يستثنى لي الامور. واول استثناءاته هو النزيف. الصداع اللي هو ثندر كلب هيدك يصل الى القمه، ما حدث وياي، انا انسان وصلت الى هالعمر ولا حاشني صداع، بعدين فجاه يجيني هالصداع بشكل هذا السيفير. اي نيفر، يقول لك المريض يجيك الحوادث، يقول لك خاصه بالطبيب، يقول دكتور انا عمره ما حدث، يجب ان تاخذ هذا الصداع بعين الاعتبار. كذلك اذا حدث وياه راش، انت عندك طفح جلدي، طفح جلدي او حراره، او عندك حراره في الجسم، حرارة الجسم يجب أن يستثنى كذلك، أن هذا قد يكون سحايا. كذلك الصداع المصاحب إلى اللي هو مع الكحة، دائما مع الكحة، مع أن في نوع هناك اسمه برايمري كف هيدك، بس يحدث مع الكحة، برايمري ها مو ثانوي، صداع أولي اسمه برايمري كف هيدك، ولكن يجب أن تستثني أنه يكون عنده مشكلة ثانية. وكذلك إذا حدث مع المرأة صداع غريب ولم يحدث معها صداع من قبل في فترة الحمل، هي تعرف أن عندها صداع نصفي من قبل ولكن حدث وياها، قد تعرف أن هذا صداع نصفي لأنه ممكن يزيد أو ممكن ينقطع تماما نفس ما قلنا في 75، ولكن الصداع إذا كان صداع غريب ويحدث لأول مرة مع المرأة في الحمل كذلك يؤخذ بعين الاعتبار، ويجب كذلك أن يتم معاينته بشكل كبير. دكتور، عندنا اتصال، نأخذ الاتصال ونكمل الحديث. مساء الخير دكتور محمد، شلونك؟ مرحبا هيفاء.
هيفاء معك. شلونك هيفاء؟ شو اخبارك؟ صديقة البرنامج وزميلتنا المتألقة دائما. كلكم تمام؟ الله يسلمك. الله يسلمك. تفضلي هيفاء. دكتور بس يعني موضوعكم صراحة اليوم وايد شيق عن موضوع الصداع، ويعني اتوقع انه ما في احد اصلا ما يصيد الصداع، وخاصة اذا كان طبيعة شغله وايد تحتاج انه هو يكون يستخدم كمبيوتر، يستخدم أجهزة إلكترونية وغيرها من هذه الأمور. نعم. في سؤال أنا حابة يعني إن أنا أستفسر عنه، وطبعاً الدكتور أكيد راح يفيدني اللي مشرفنا اليوم في برنامجكم. حابة بس أعرف هل الصداع الاعتيادي ممكن إنه يقلب إلى صداع مزمن أو صداع نصفي مع تكرار هذا الصداع؟ يعني كل ما زيد عندي صداع بتكرار بدرجة يعني مرات التكرار مال هذا الصداع، هل ممكن إنه يتحول من صداع عادي إلى صداع مزمن أو صداع نصفي؟ أنت هل تعانين من صداع هيفاء بعيد الشر عنك، ولا بس تسألين بشكل عام؟ أنا بشكل عام، بس هو يصيبني إذا أنا أتعب، يعني إذا يكون عندي إرهاق بشكل كبير، وأحيانا بعد إذا كان عندي ألم في العين يقلب إلى صداع، يعني بعض الأمراض ممكن إن هي تتحول عندي إلى صداع، فأعرف إن أنا الحين عندي ضغط في العين، عندي مثلا بمرض في شغلة معينة أو شيء كذي. بس عن موضوع الصداع النصفي هذه اللي مو بعرفة، يعني ما تدرين متى تشخصينك كصداع نصفي، يعني ما تدرين الفرق بين عادي والنصفي. إذا لما يصيدك صداع هيفاء شنو تأخذين؟ تأخذين مسكنات ألم ولا تروحين تراجعين طبيب؟ لا، مسكنات ألم. مسكنات ألم وتفيد معك؟ أحيانا بس مع كثرتها بعد أعرفه حسب ما إنك تحسين إن كثرتها بعد تخلي يعني إنك أنت مو مستخدم شيء، يعني إن الفائدة اللي فيه تكون وايد ضعيفة. فأبي أعرف حق شغل مثل شغلنا، صح، يعني استخدام مستمر حق الكمبيوتر، استخدام مستمر حق الأجهزة الإلكترونية، فالصداع يصير بشكل يعني متكرر. شنو الحل في مثل هذه الظروف؟ وهل إحنا بحاجة فعلًا إحنا نتوجه للدكتور نشوف استشارة، أو إن في علاج معين ممكن إن إحنا نأخذه من البيت وخلاص؟ إيه نعم. مشكورة هيفاء. دكتور تحب تسأل هيفاء شيء؟ لا، يعطيها العافية هيفاء. فدكتور مثل ما تفضلت هيفاء، تبي تعرف متى تشخص صداعها كصداع نصفي، ومتى لازم تزور الطبيب؟ يمكن شريفة سألت عن هذا الموضوع. هي تقول هل ممكن أن يتحول الصداع إلى صداع عادي؟ سنة. طبعا ممكن، ممكن، ولكن مو وليس قانونا وليس عرفا كذلك. ممكن واحد أنه كان مصنف خطأ من أنه تنشن وبعدين، ولكن تشخيصه الصحيح أنه مايجرين. لكن هل مرضى صداع توتري ينقلون؟ لا، مو شرط، ولكن التوتر ممكن يزيد من نسبة الصداع النصفي. الآن هي قالت إن هو الخطأ للأخت اللي ممكن تقع فيه اللي هو كثرة استخدام المسكنات، ويجب أن إنها تنتبه. ما في مشكلة، إحنا ناخذ، ما في إنسان ما مر عليه صداع توتري وخذ له بنادول أو خذ له حبتين مسكدول اللي هو النورجيسك، ما في مشكلة. ولكن إذا أنت تبدي لازم في صداع إنك you take it easy وتروح تنام وانتهى الموضوع. الآن نرجع إلى موضوع مهم اللي ذكرته الأخت هيفاء، اللي هو استخدام الأجهزة. تقولك استخدام الحين، تدري شنو أكبر مشكلة راح نعانيها وراح نعانيها، ويعني والأطفال، أنا خايف من الأطفال إنه بعد 10 سنين واستخدام الآيباد بالوضعية هذه، وضعية الخاطئة. إحنا عندنا في صداع اسمه سيرفايكوجينيك هيدك، تخترب السيرفايكل. أكبر مكان في جسم الإنسان في عضلات هو الرقبة، عشان شي الناس تحب الحمل الرقبة يقول فالرقبة فيها 53-54 عضلة. تخيل هذا الجزء فقط، ما في مكان ثاني بالجسم فيه الكمية هذه، وكلها متداخلة. فأنت تخرب هذا الأمر تماما في وضعيتك الخطأ إذا أصبحت الوضعية. فلذلك من يستخدم، طبعا أنا وقعت في هذا الخطأ، لكن الحمد لله بديت صلحته في الفترة الأخيرة، يعني خلال السنتين الأخيرين صلحته. أن شاشة الكمبيوتر، يعني معظم الأعمال المكتبية على شاشة الكمبيوتر، يجب أن يكون السقف العلوي لشاشة الكمبيوتر، يعني الشاشة من فوق، على مستوى رأسك. دش المكاتب ودش المؤسسات كل الناس قاعدة كذي، وشافسة إيدينها وريولة مو بزاوية، متشفس ريولة، والوضعية جدا سيئة. قاعدتك ممتازة. إنزين، يجب أن تكون الريول في زاوية قائمة، والرقبة لازم تكون في هذا الوضعية هذه، يعني مستوى الشاشة يكون المستوى العلوي على الرأس. ما يصير يكون الناس قاعدة ومشندسة كذي وماسك الماوس وطول اليوم، وممكن يقعد 2-3 hours ومو قاعد يتحرك. هذا يسبب لك توتر، صح، ويسكر العضلات، يعني يعمل تنشن. تخيل أنت تعطي وضعية معينة حق عضلة
مع تنشن مع انتباه. الحين بعض الناس عندهم شغلهم مثلا محاسبين او هذا يبي يحسب الارقام او حتى الطبيب او قاعد يقرا بيبر ومركز ومش عارف ايش وهذا وينسى نفسه. واسوء شيء انك تستخدم اللابتوب وتستبدله عن ديسكتوب. اسمه لابتوب اسمه بورتابل. الناس الحين عايشه على بورتابل وهذا خطا انك ما تقدر. انت المفروض انه ما تعيش على لابتوب. لابتوب اذا بتسافر او هذا، لكن اذا يصير كل عملك على لابتوب انت شايف شلون شاشه اللابتوب نازله مصيبه. هذه عضلات الرقبه راح تخترب. ولذلك انا قاعد اقول لك افكر دائما مثلا عندي الاطفال وهذا طالعهم، يعني الحين هذا شنو وضعيه رقبته لما يوصل عمره 20 سنه مثلا؟ اذا من كثره استخدام الايباد انت عمرك شفت ياهل ممكن يقعد، ترى الطفل ممكن يقعد ساعتين ثلاثه اربعه يطالع الايباد. هيز ديسكونكتد، هو منفصل تماما عن العالم الاخر يعني. فهذا لازم انك تقطع اليهال او تحط على الاقل، يعني اسوء ظهر انك تجيب لهم الشغلات اللي ترفع الايباد وتخليه بشكل هذا. هذا شيء مهم بالنسبه للاخت هيفاء. دكتور طبعا احنا عندنا وايد اسئله ويمكن ما عندنا وايد وقت، بس لو ندش موضوع العلاجات بالبوتوكس. اي متى يتم العلاج بالبوتوكس؟ شنو الفكره وراء هذا العلاج ومتى يتم استخدامه؟ لازم نقول لكم القصه. اي قول. نحب الكلام اطباء الاعصاب. واحنا نحب نسمع. البوتوكس اول ما استخدم، العالم اللي استخدمه، لان القصه حلوه صراحه، اول عالم استخدمه اسمه آلان سكوت. العالم هذا الى الان عايش صراحه، وحصل لي الشرف اني قابلته في البرتغال. يقول هو اول ما استخدم حق الاسترابيزمس البوتوكس حق الحول. فيقول كانوا يجون العياده انا الحول، ما يبون، اقول ما الحول صار زين، العيون صارت ممتازه، بس يبون شال الرينكلز، شال التجاعيد. يقول انا ما فهمت ليش، بس يجون عشان يشيلون التجاعيد. فاخذ ابروفل، فاول ابروفل من منظمه الصحه الاف دي اي فود دراج ادمنستريشن، هذه المنظمه مالت الادويه حق السترابيزمس، ومن ثم كوزموتيك للرينكلز، اخذ اف دي اي ابروفل. واشتغلوا الناس اكثر ما اشتغلوا طبعا اللي يشتغلون في بيفرلي هيلز، بيفرلي هيلز في لوس انجلوس، هذه ملوت الممثلين والمناطق الفخمه والسيايير والحركات هذه. فقاموا الدكاتره مال بيفرلي هيلز اتصلوا في الناس الاعصاب، قالوا لهم يا جماعه ترى احنا مرضانا اللي قاعد نحقنهم بوتوكس حق تجميل راح منهم الصداع. يعني صار بعد بالضبط، كلنا قاعد نكتشف من بعض. فقال لهم اول شيء، قالوا لا يبا بلا كلام فاضي، انتم هذا الناس اللي يجونكم حق التجميل كلهم مو فاضيين وفاشينيستات، ما في على ايام فاشينيستات. بالضبط، ما سمعوا الكلام. حلت مشاكلهم. بعد سنه يقول يو هاف تو لوك تو ذس، يجب ان تنظرون. ولذلك وتم الدراسه مطوله كبيره لمده سنتين، واثبت علاج البوتوكس في سنه 2010 من الاف دي اي ابروفل. زين، ويؤخذ فقط، شوف هني مو اي واحد ياخذ صداع بوتوكس، حقن البوتوكس ولا بروتوكول معين. الحين ما شاء الله اللي يحقن بوتوكس العالم تكسرت الدنيا في هذا، فبس لا بروتوكول، لا طريقه معينه حقن البوتوكس. انزين، وكذلك لا دوز معينه ولا ابره معينه حقن البوتوكس. ويجب ان يكون الشركه كذلك، لان احنا نمشي على عشان تحصل بنفيت. فقط الذي اخذ الابروفل على حقن البوتوكس هو الصداع النصفي المزمن، وليس الصداع. يعني واحد يحوش مرتين صداع نصفي بالشهر، هذا ما ياخذ، هذا ياخذ تريبتان مسكنات انتهى موضوعه. التنشن تايب هيدك جراي زون، محير، مو الابيسودك، يعني واحد مرتين ثلاثه هذا، لا، الكرونيك تنشن تايب هيدك، الصداع التوتري المزمن ممكن اتفاداهم عاده. كرونيك مايجرين حاولت وياه بالادويه او هذا ما هذا، لان التكلفه شوي غاليه، لان تكلفه البوتوكس شوي غاليه منها. حاولت وياه بالادويه ما استجاب ولا هذا، او دخل شفت المريض داش مجبل علي بالنبي، احس انه راح يصير عنده ميديكيشن اوفر يوز. في بعض الناس المرضى عندهم شغف بالادويه، فاسال الحين لو تسال ما في ولا واحده الا جنطتها فيها انواع من الادويه. ادفل ومش عارف ايش، وبالمكتب فيه، صح، وبالسياره فيه. بعد اهم شيء السفر. اهم شيء هذا، لان عندهم الادويه. هذا المريض ياخذ بوتوكس افضل، او واحده ما تقدر تعطيها. مثلا انا عندي مريضه مثلا تاخذ كثير من الادويه، الافضل ان 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 انك ما تتعارض مع الادويه، انك تدخل في دواء البوتوكس. طبعا الشيء المهم كذلك اللي احنا نسيناه، الوزن. يمكن اسوء عامل يخلي الصداع النصفي سيء هو الوزن.
زيادة الأوبيسيتي الفات يتحول إلى أستروجين. لما يصير في وايد أوبيس، فأفضل نصيحة، وما عندي مريضة، ما عندي مريضة نزل وزنها ما راح عنها صداع، ما راح عنها صداع نصفي. من الصعب جدا. الحين يقول لك دكتور أنا ضعيفة، ما هذا ممكن، لكن إذا مريضة كان سمينة ونزلت وزنها ورجعت لهذا. طبعا كذلك تعلمنا في آخر سنتين أن الأندر ويت كذلك بعد يمكن هم يسبب. فالوزن المثالي مهم جدا للصداع النصفي. طبعا دكتور احنا في برنامجنا نحب نتكلم عن الأشياء الإيجابية ونتكلم عن قصص النجاح، فهل في قصص نجاح عالجتهم من الصداع وتعالجوا وخلاص يعني شفوا منه 100% كليا، أو أي قصة تحب تشاركنا فيها؟ أنت قلت لنا قبل الهواء أنه في شيء تبي قصة. والله شوف قصص الصداع، أنا عندي كان مريضة طبعا في مريضه الام اس، هي كانت مريضه ام اس، طبعا الام اس ممكن عرضه اللي هو التصلب اللويحي او المالتيبل سكلروسز، فكان عندها هذا، عندها مالتيبل سكلروسز وتصلب لويحي، ورفض اول شيء طبعا هي شيز اوفر ويت. الحين احنا عندنا انديكيشن كذلك انه ممكن انه لو نزلت الوزن حتى لو تستخدمت يعني بالسليف والعمليات اللي هم كإنزال الوزن بارياتريك بارياتريك والعمليات تخسيس الوزن هذيلة، فما فأنا أصريت وأخاف الدكتور، ولكن أنا أصريت على المريض أن هذه فعلًا شي كان جو، لأن بعض الدكاترة ما يحب أن يأخذ المريض عشان الأدوية وهذا المضاعفات، ولكن فبعدين تفاجأت بعد المريضة عقب سنة جتني كانت تقول دكتور الحمد لله أنا صرت ممتازة بعد هذا، اختفى منها الصداع تمامًا لهذه الأدوية. طبعا من القصص كذلك اللي قلت لك الطفل، انا يعني طفل عمره سنتين وكذلك افتر وفي فره كبيره وقعد سنه، والطفل كان يدعم كذي بالقنفات اللي قلت لك، وهذا والطفل هذا كان عنده مايجرين، مجرد ان تحطه على لو دوز اوف اميتريبتالين او لو دوز اوف اندرالت يعتمد على الهارت ريت، ممكن كذلك تغير القصه، لازم تسمع مره ثانيه، يو هاف تو ريفيزيت ذا ستوري. طبعا اذا تبي تسمع قصه دراما لا غير، طبعا اكثر انا قصص هذا اللي هو ما يحدث ويانا بالاي سي يو، يعني هذا المريض كان عنده وهن عضلي، هذا كذلك من الشغلات الوهن عضلي، واتمنى انه يمكن يسمعني حاليا، كان عنده مريض وهن عضلي وحصل معاه مضاعفات كبيره جدا، ودخل الاي سي يو لانه ممكن يدش في كرايسيس، وتفاجات فيه دشيت فيه الجناح لقيت الشخص هذا تعبان جدا وعنده بدا التنفس يتعب، فنادينا العنايه المركزه، اخذ للعنايه المركزه، تعب جدا، طرينا الانتيوبيشن، حاشت اسوء انواع الانفكشن ما ندري من وين اللي هو التهابات، اضطرينا نحطه على 6 مضادات حيويه، وكان يعني ما سبحان الله عمره كبير، عمره 70 سنه يعني تعرف اي سي يو وتحوشك جرام نيجاتيف، قاعد حاجك جرام نيجاتيف بكتيريميا مو نفس الجرام يعني من النوع النيجاتيف هذيلا، قاعد الشخص سبحان الله 46 يوم في الاي سي يو في العنايه المركزه، وقعد في المستشفى 140 يوم، تخيل شخص عمره 70 سنه يمر بكل هذه المضاعفات، لكن سبحان الله بعد 140 يوم مع جهود مضاعفه من الجميع الصراحه والطاقم، اقول لك حتى الطبيب يعني ساعات تاخذ بعض المرضى معاك البيت، يجب ان تفكر في حل لهذا، قد تصل الى بعض المراحل الياس، مو بس حتى الطبيب والاهل قد تصل، لكن سبحان الله الاصرار كان من الفريق الطبي، وهذا المريض انا قلت هذا ما راح يعني لازم يعني كان نايت مير بالنسبه لي صراحه، وبعد 140 يوم طبعا صار ضمور بالعضلات وكل شيء، وهذا 140 يوم يطلع المريض يمشي على ريوله من المستشفى، فهذه احد القصص صراحه. الاي سي يو دائما او العنايه المركزه بعض القصص اللي تستطيع ان تغير حياه المريض او تنقذ حياه المريض من هنا، يعني من انه يحدث شيء وخلل في الدماغ يرجع المريض والان عايش في بيته بين اسرته وحياته واهله، هذا شيء صراحه جدا احنا نحب بعد نسمع هذه القصص نعطي المشاهدين امل وايجابيه بالضبط. دكتور في عندنا سؤال عن طبعا احنا من خلال الحديث في البرنامج اليوم في الحلقه كان عندنا نصائح مختلفه، منها تخفيف وزن، مراجعه الطبيب وقت الضروره، نظام غذائي، عدم اخذ الادويه بشكل يعني بشكل كبير يعني. فاذا نبي نلخص هذه النصائح حق المرضى او حق المشاهدين احنا اليوم شنو نقول لهم، شنو نصيحتك لهم؟
شو نصايحك لهم؟ حق الصداع ولا حق الصداع يعني؟ شوف انا دائما انا الدكتور كذلك اللي علمني كذلك الصداع قاعد دائما نقول اذا المريض انت لا تعرف صداعك وتحترمه تحترم الصداع هذا يعني تحسب له حساب وهو كذلك راح يلعوزك وهو كذلك راح يأذيك. فالانتظام الناس يعني مو بس حتى اللي عنده صداع نصفي الحين يعني صراحة احنا بس ما نبي نتكلم في مواضيع أخرى يعني الانتظام في الحياة جدا مهم. انتظامك في أكلك سواء حتى لو ما عندك صداع نصفي انتظامك في أكلك وانتظامك في شرب الماء والانتظام في النوم كذلك كل هذه العوامل مهمة جدا تؤخر من حدوث الباركنسون تؤخر من حدوث الديمنشيا أو الألزهايمر لأن هذا كل عدم الأكل الصحي وعدم هذا عدم نحن شعوب لا تمارس الرياضة نحن شعوب ما نمشي قليل ما نمشي المسافة تلاقيها من هني لهني ويروح لها بالسيارة فهذه مصيبة تؤدي يعني تؤذي الجسم وتؤدي إلى المخاطر الالتزام كذلك النوم المنتظم وتعرف على المشكله كذلك ممكن تاخذ دواء مو تقول لا 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 وانت قاعد تاخذ مسكنات خطر كذلك النصيحه واتوقع قاعد تصير بالبحرين واتوقع في دول الخليج بشكل كبير انك تاخذ دواء من مريض انت ما تعرفه هذا مريض ها والله انا خذيت هذا الدواء فادني وجايبوا لي اياه من تايلند والهذا او جابوا لي اياه من مصر من ابدع ما يمكن او بشكل وقيمته رخيصه يا ابو فلان وهذا والمريض ومعظم هذه الادويه تلاقيها فيها كودين او إن فيها ايرجوت والهذا او غير مصرح فيها وقد تتعارض مع الشخص انت ضريته انت ما تدري هذا المريض هذا وكم مره صراحه يعني مو هذا يعني تحدثت وياي مع الوالد يعني مو من الصداع وهذا مريض هذا والله ظهري كان يعورني تفضل هذا يومين وراح ابو فلان اخذ الدواء هذا وش اسمه لكن لو ما تتلاحق عليه انه هو قاعد ياخذ اسبرين او قاعد ياخذ بلافكس ادويه مسيله انت ما تقدر تعطيه هذا الدواء هذا يتعارض يوقف هذا على مشكله بسيطه خلقت مشكله اكبر جلطه او شيء فيجب ان احنا نوقف هذا مساعده الناس بالادويه تفضل جايب له بدل ما تجيب له صوغه جايب له كيلو ادويه ولا هذا فنصايح لهذه هي اهم شيء لايف ستايل والنصائح يتبعون النصائح الطبيه كذلك يعني من الاطباء اللي يعني نتوسم فيهم الخير ان شاء الله. دكتور عندنا اخر اتصال ناخذه وبعدين نختم. مساء الخير. الو مساء الخير. معكم علي. هلا ابو علي؟ علي. تفضل علي الدكتور يسمع. بس حاب اسال الدكتور. اي نعم. في علاج يسمونه البوتكس. ايه هل يفيد في العلاج النصفي اذا اخذته؟ هل يفيد شنو؟ ما سمعت. هل في العلاج النصفي في الصداع النصفي ابرة البوتكس والصداع النصفي نعم هل يفيد اخذها؟ اوكي اخوي علي شكرا يمكن تطرقنا حق هذا الموضوع نعيد على اساس طبعا البوتوكس احنا ما نعطيه حق واحد صداعه مره مرتين في الشهر هذا برا اوت من هذا واحد عنده كرونيك مايجرين يعرف الكرونيك مايجرين اللي هو الصداع المتكرر يحدث اكثر من 15 مره بالشهر مو ملزوم انه يحدث كلهم مايجرين لكن صداع متكرر لمده 3 شهور وهذا ممكن ياخذ بوتوكس وقد يعني ممكن الحين هذا سؤال بالنسبه حق الاطباء هل ممكن المريض ما جرب توباماكس ما جرب اندرال ما جرب اي شيء من هذه الادويه ولكن هو صداع نصفي مزمن هل ممكن انه يروح دايركت تو ذا بوتوكس يس ممكن يروح دايركتلي تو ذا بوتوكس لكن يجب ان يكون في الناس المختصه في حقن البوتوكس طبعا دكتور احنا وقت داهمنا وايد استمتعنا بالحديث معك وانا عجبتني العبارات الكويتيه يعني بحاول اراجع انا قلتها لا شعوريا فاتمنى ان المستمع كذلك كنت اطالع شريفه واضحك يعني لا صدق بالعكس الحمد لله ما قصرت دكتور شكرا جزيلا لك وتحيه حق اهل الكويت وان شاء الله نشوفك في البحرين اكثر واكثر الله يخليكم مشكورين ما قصرتوا شكرا لك دكتور طبعا اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة ولنا لقاء يتجدد معاكم الأسبوع الجاي بإذن الله مع السلامة